كخطاب تاريخي بعث في أرواحنا السرور، وكان خطاب مباشر للأمة عن طريق البرلمان بغرفته، وهذا إحياء للتقليد لكل سنة بادر به سيد رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة التي تصورها سيد رئيس الجمهورية وتشغفت لها أفئدة الجزائريين. تطرق لعدة جوانب بطريقة صريحة، بطريقة خطاب أعطى الشرعية للغرفتين من غير الغرفة التشريعية التي أعطاها القيمة اللازمة الرئيس من خلال العمل الديمقراطي الذي نمارسه في الرقابة على الحكومة حتى في التجاوب الحكومة مع النواب. نثمن أيضا الزيادات التي ستمس عدة قطاعات في السنة في الأجور لعدة قطاعات، قلت السنة القادمة إن شاء الله. كل ما قاله سيد الرئيس كانت حقائق ملموسة على الواقع، وإحنا كشعب رانا نشوفها كل يوم. إلى هدر على الاستيرادات اللي حبسوا، وسواء على الكوفيد، على منحة شباب البطالين.